جدا لما تيجي واحده تقول لي انا هتحدى الظروف وهتحدى الاحوال الكونيه وهتحدى الحياه كلها علشان اكون مع ما انت الشخص عارفه ده. ان الشخص ده مليان عيوب، ما انت عارفه ان الشخص ده هيطفحك الكوته، هيسمم بدنك، هيسمعك كلام عمرك ما سمعتيه. ايه التحدي؟ ايه وجه الجمال والحلاوه في التحدي اللي انت عايزه تدخليه مع مشكلة ان هي نفسك؟ بتدخل التحدي ده مع نفسها مش مع حد، يعني مش مع باباها ولا مامتها، هي نفسها بتكون عارفه ان الشخص ده عنده عيوب، وعيوبه مش هتعرف تتأقلم معاها، وعيوبه هتموتها وتجيبها الارض، بس ما تفهموش ايه يعني. بصوا هقول لكم على حاجه، البنات اللي بتدخل على ده تتحدى نفسها دي بتكون عندها فعلا مشكله، يعني ما بتكونش حد كده عايز يعيش سوي كويس في بيئه مطمئنه، في بيوت كويسه، راجل وست وعيال واسره وحياه كريمه، لا هي بتبقى عايزه روح المشاكسه وروح المغامره وروح الجن الازرق علشان تبين انها شطوره وعرفت تغير الشخص حين اللي ان ناس كتير ما بيتغيرش، والله ما بيتغير. شفتي بحلفك والله يجي اكتر من، مش هقول ناس بقى، بس في ناس كتير قوي ما بيتغيروش. ليه عايزه تدخلي نفسك في متاهات؟ ليه عايزه كل يوم والتاني تاخدي شنطه هدومك وتروحي عند ابوكي، ولا كل يوم والتاني يجي لك هو امك واخواتك والناس كلها علشان يصلحوا ما بينكم ويحلوا المشاكل ما بينكم؟ ليه؟ مش عارفه الموبايل اتعوى كده ليه، استنى بقى تعالي. في حاجه بتقول الجواب بيبان من عنوانه، يعني ايه؟ يعني شخص مواصفاته زي مواصفاتنا. بصي ما تكونيش انت متدينه او ملتزمه وعايزه واحد ملتزم ومتدين ويجيلك واحد ما بيركعهاش وانت عارفه انه ما بيركعهاش وبيشرب سجاير وبيعمل كل الحاجات اللي بتضايقك وتقولي اصله هيتغير. نعم جبتي منين الثقه دي؟ انا ماشيه في سكه العلم وعايزه تكملي دراسات وبتحبي الموضوع ده وتكوني مع واحد بيقولك ما تطلعيش بره باب البيت ولا ليكي في التعليم ولا انا مكتفي بشهادتك وخلاص اقفلي على كده، فتقولي لا ده انا هتدلع عليه وهعرف اخليه يوافق. ازاي؟ فبقى سترونج اندبندنت هومن اللي عايزه تتجوز واحد سيد، دي مصيبه تانية خالص. انا هختبر حبه ليا لما اطلب منه حاجات تكون فوق طاقته او ما بيحبهاش ويوافق عليها، انا بقى البت الهيرو اللي هخليه يوافق. غلط والله العظيم غلط، ده كله مش عشان تعيشي صح لازم تختاري صح، وعشان تختاري صح لازم تبصي على كل الجوانب اللي انت تستحمليها واللي ما تستحملهاش، او بالاحرى ان انت تشوفي العيوب اللي في الشخص اللي قدامك انت هتتقبليها وتقدري تعيشي معاها وعليها ولا لا. لان زي ما انا قلت لك في ناس ما بتتغيرش مهما عملتي. ما تختبريش حياتك وما تختبريش جوازك كله، جوازك كله هتحطيه في كفه واللعبه بتاعت الاختبار في كفه، انت كده هتخربي بيتك من قبل ما اقول لك على حاجه. مش لازم الشخص اللي قدامك علشان بيحبك يعمل كل اللي انت عايزاه، والعكس مش لازم علشان يعمل كل اللي انت عايزاه يكون بيحبك. في ناس بتساير اهو ماشي اعمل اللي انت عايزاه بس هو عادي مش فارق معاك، فدي مش مقياس برضو لكل قاعده شواذ. كل اللي انا عايزاكي تاخدي بالك منه ان انت داخله على مرحله جواز بناء بيت، انت هتبقي فاضيه بقى عشان تبني بيت وتاسسي اسره وتخلفي عيال تربيهم كويس، ولا ان انت تفضلي تحاربي عشان تثبتي لنفسك ان انت شطوره وعارفه تاثري على الراجل اللي معاكي. نهايه الامر الجواز تكافؤ واكيد يعني تقبل وشويه مشاعر. لو قلبتي الهرم وخليتي ان الجواز مشاعر بس والتكافؤ ده مش مهم، اكيد هيحصل لك مشاكل والجوازه بتاعتك مش هتبقى كويسه وممكن ما تنفعش. عايزه تعملي حياه سويه واسره كويسه وراجل وست واولاد وعيشه كويسه تقدري تبقي فرحانه وتقدري تطمني وانت فيها، اختاري صح. اخترتي صح هتعيشي صح.